تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، فشملت برعايتها الكريمة صباح اليوم افتتاح معرض تو النهار للفنانة التشكيلية مريم فخرو، وذلك في مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار. وبهذه المناسبة أعربت صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى عن فخر واعتزاز سموها لما وصل إليه الفن التشكيلي البحريني اليوم من مكانة رفيعة، مشيدة بجهود السيدة مريم فخرو في حسن الإعداد للمعرض بالنظر إلى ما يقدمه من أعمال فنية متميزة تستلهم موضوعاتها من الطبيعة المحلية بمختلف مكوناتها، وتعكس ما تتميز به تجربة الفنانة التشكيلية فخرو من ريادة فنية وخبرة عريقة نجحت في تحويله إلى أعمال نابضة بالحياة. وأشادت سموها بعطاء الفنانة مريم فخرو الفني المتدفق بعراقته وحداثته، حيث اعتادت على تقديم إنتاج فني قيم يحمل رسائل إنسانية معبرة لرؤية الفنان البحريني المنطلقة من واقعه المتحضر وثقافته الأصيلة، مؤكدة أن أعمالها تتحلى بالذوق والحرفية العالية وتشكل إضافة نوعية لا تخطئها العين ضمن الحركة التشكيلية الوطنية وأصداء نجاحها مثيلة في كل محفل. من جانبها قدمت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مشيدة بدعم صاحبة السمو ورعايتها الكريمة لأهم الفعاليات الثقافية في مملكة البحرين، لا سيما التي تسلط الضوء على إبداع المرأة في مجالات الثقافة والفنون، مؤكدة على أن هذا الدعم يمثل حرص صاحبة السمو اللامحدود مما يشكل دافعا لتقديم الأفضل دائما. وأكدت معالي الشيخ مي على الاعتزاز بما يشهده الوسط الفني التشكيلي المحلي من حراك إيجابي من قبل الفنانين البحرينيين كالفنانة مريم فخرو التي ساهمت عبر مسيرتها في تقديم نموذج مميز للفنان البحريني، مؤكدة أن مثل هذه المعارض تعمل على إثراء المشهد الفني في المملكة وتعرف الجمهور بآخر نتاجات الفنانين البحرينيين.